لا ترتفع الرايات البيضاء في البيضاء. هذا ما تقوله بنادق مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا. البيضاء التي تشكل قلب اليمن جغرافيا وتمثل موقعا استراتيجيا هاما، حيث تتوسط 9 محافظات يمنية تستعد لدخول مرحلة جديدة وحاسمة من الصراع مع ميليشيا الحوثي والمخلوق للسيطرة على المحافظة، حيث تعد هذه العملية الخطوة الأولى لتحرير محافظة ذمار البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء، كما تمهد استعادتها الطريق لتضييق الخناق أكثر على ميليشيا الحوثي والمخلوق وقطع شريان إمداد الميليشيا بالسلاح في محافظات شبوة وإبة والضالع وتعز. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدأت الاستعدادات لشن عمليات عسكرية واسعة بهدف تحرير المحافظة من الإنقلابيين بتجهيز 3 ألوية قتالية تضم آلاف الجنود. الجيش الوطني وبدعم من قوات التحالف العربي استكمل تجهيز اللواء 117 ضمن لواءين آخرين يتم تجهيزهما لقيادة معركة استعادة المحافظة. بموازاة ذلك تعمل قيادة المحافظة على تجهيز قوات الأمن العام من أبناء المقاومة هناك لتوزيعهم على القوات الخاصة والشرطة العسكرية بهدف تأمين المحافظة وحماية مؤسساتها بعد التحرير. البيضاء التي كانت عصية على الميليشيا منذ البداية باتت اليوم مستعدة للوصول إلى خط النهاية.